لنسمع منها شعرا كيف تعبر في هذا اليوم الثالث من سبتمبر عن الفترة العصيبة التي عاشها ويعيشها المصريون بعد انقلاب الثالث من يوليو من هذا العام. مروان، نرحب بك في هذه التغطية المستمرة للحدث المصري التي لديك قصيدة تحت عنوان الفجر أذن على المنصة، لو تسمعينا كيف عبرت عن مشاعرك تجاه ما جرى في المنصة، منصة رابعة العدوية، شعرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بداية بس في نص دقيقة عايزة أشكر قناة الحوار باسم كل مصري وكل شريف وكل مسلم في العالم، فجزاكم الله عنا خيرا. الكلام ده يعني كان ده إهداء للشهداء في يوم محرقة ربعة ومجزرة ربعة. تفضلي. الفجر أذن على المنصة في وقته مظبوط بالتمام، والشيخ صلاح عمال ينادي يا اخوانا اصحوا من الخيام، يا اخوانا اصحوا من الخيام، يا اخوانا يلا الفجر أذن وانتوا لساكم نيام، يا اخوانا اصحوا من الخيام. والشيخ يبص وراه ويقول لي ما حد جه غيرك يا بنتي، الإخوة فين؟ الإخوة فين؟ فين النساء؟ فنادي تاني على المنصة روحي يلا ناديهم انتي، واروح ونادي يا اخواني فينكم؟ اخواتي فين؟ وامشي لاخر الطيران هناك طبطيب اموت وارجع لحد النصب تاني، يا اخوانا فينكم على الشروق فاضل ثواني، بالله عليكم كفايه حيره، معقول تكونوا كلكم رحتم مسيره، يا اخوانا يلا كفايه حيره، يا اخوانا يلا الشيخ مكبر للصلاه، رجعت تاني للمنصه يا شيخ صلاح مش لاقي حد، والله بتكلم بجد مش لاقي حد يا شيخ صلاح، حضرتك سامع كلامي يا شيخ صلاح، يا شيخ صلاح، ولقيتني صاحيه من المنام، بصيت في ساعتي لقيت وقت الفجر مظبوط بالتمام، صليت لوحدي واخواني صلوا في السماء وروحهم هناك وهم لساهم نيام. شكرا. مروة طحاوي، الشاعرة المصرية.